حلقتنا الليلة عمراني، ضيفنا لا بيهدى ولا بيخلي حدا يهدى، لا بينام ولا بيخلي حدا ينام، في طاقة قوية كتير، في انرجية مش ممكن تهمل، مش ممكن تجمل. مش القز، شوف تسلم عندك. تسلم أنا بوسوار. بوسوار أستاذ أدي. أنا بدي حييك. نعم أنا بدي حييكم على عيد اللفتة الحلوة بشهر رمضان، دايما بنتصل بالبنين، يعني نحن ما فينا إلا نتابعكم كراديو سترايك، وبحيي ضيوفك دايما كمان عندكم الضيوف زيت نخبي عادي. وبهذا الموضوع كتير مهم إنه بهذا الشهر الفضيل الناس تبقى بتتابع الفنان من الأول للآخر. وهو بالمبدأ يعني بغنى نحن نعرف إنه شهر رمضان كتير استضافات لفنانين لمشاهير، وإنهم كتير بتشوفهم على يعني إذاعات بتستضيف فيها مشاهير بتعمل لك ركاج عليهم بهذا الموسم اللي هو ضيفنا ميشيل قزي. يعني اليوم مرحبا ايدي، كيفك اليوم؟ ومنورنا بوجوده. انا بوجهله تحيه ميشيل للناس الكافيين، شاب خلوق الله يخليه، ذكي سريع البديهه، رايق كثير، يعني شاب بكل معنى الكلمه، خلوق حلو مهضوم. شكرا. رايق مش كتير رايق ابدا، ما خصو له فضوله على المسرح، بتعرف الناس بتحبه وبتتابعه، وهذا بالنهايه يعني كل شخص بيريح لك ذهنك، بيريح لك قلبك، بالنهايه انت بتكون مرتاح وبتتابعه للاخر. نعم. للاسف ما في كثير فنانين بيخلقوا هيك. اعمل له كات. لحظه، ادي اعملوا له كات لادي. ادي معك ميشيل قزي، ميشو شو قال لك عاشي برا ودوري؟ انت مفكرني يمكن ميشيل اللي بيغني. مش ميشيل قزي بيغني؟ ميشيل قزي بيذيع على الفيوتشر. سوري بسيطة، ميشيل قزي قول كمان صاحبنا وصديقنا وزميلنا ومنتضم. لا ما ادي معنا الاعلامي ميشيل قزي ادي. نعم انا بعتذر لانه انا ما في مشكله، ادي مش تبع شيء عن ميشيل قزي، اصلا كانت معلومات غلط. عم تقول رايق، نحن عم نطلع ببعضنا. لا فداك ادي حبيب القلب. طيب يلا شو بنعمل؟ خلص بلا اتصال. هذا الموضوع يعني حكيت عن ميشيل قزي اللي هو المطرب يعني. طيب ما انا حسيت عليك كمش هيك دغري بغير المواضيع ما عندي فكره. طيب اوكي، طيب عذبناك ادي، ثانك يو. شكرا. ثانك يو. مش عارف كيف انه معقول بسيطه اقول ما لا عيب، شو ما بيقولوا له انه ميشيل قزي بيرد عليه؟ ما عليه، ماشي خلص خلص، بس بلا اتصال. لا بنشيله اكيد، صار علي من جوا. هلا شو هلا ابو الميش ما بيغني، بصير يقولوا لي الناس انا شو عم تعمل غنيه جديده وكذا. خي مش والله قاسي ودوري، كان لازم تقولوا له للزلمه خلص ما بناخده بنشيله. ايه خلص بنكمل الحوار. بتلخبط فيكم دايما اصلا، ما انا بعرف بحس هيك عم بقول، بس يقول هادي انا قلت خلص. ايه بس قال هادي صوت طلع ايه ورايق، ويرجع يقول رايق وكذا. مش المطلوب. اول ما بدي اعطي معلومه عني هلا؟ لا بدي اعتذر منك. خلص ايه تفضل ادي. انا بعتذر بس انا ميشيل يعني انا ما بعرف عن الا انا عن عن المطربين يعني. ما في مشكله يا ادي، والله انا بالنسبه لي عاديه كثير. عطيوني كم معلومه هلا على الهواء بطلع بقولوا انه انا بعرفك منيح وهيك. انا بفضل لا بلاها، ما عليك. ما بنشيلها، بنشيلها كلها الفقرة، بس انا بفضل بلاها. خلص ما عليه ايدي، ما تزعل ايدي، مصاحب هالدقن. بس انه انا لو قالوا لي من الصبح كنت عملت شيء مثلا، اخذت معلومات عنه 100%. كيف عرفت؟ 100%. هيك اطلع اتصل على الهواء، انا قالوا لي انه مثلا عنده بروجرام بالفيوتشر وهيك، انا قليل مصاري يعني، ولا يهمك. بدون حيزه ما بحضر فيوتشر اساسا. ما في مشكلة. قالوا لي بيطلع بروجرام على الفيوتشر. كل حدا بيحضر شيء. ما في مشكلة حبيبي. عرفت؟
طب معناه بس خلص بنعتبر انه بنخلق ب ب ب ب مع ضيف تاني بتكون بتعرف. خلص رح جرب اطلع محطة تانية لتصير تحضرني. خلص ما تعطلها ادي. لا مش هيك لا بليز استاذ. انا قلت لك انا فلت الشخص بانه انا سمع انه لا بس. سفا مش الحال حبيبي. ما تعطلها. خلص متسمع عليك كمل. الجريمة بدل الاخر يعني. بتخلص غنية. بدل الاخر. طيب. عشان سوري عم بطشكم مرة تانية. هذا شباب بقعد معه عمر حس عم تركبوا شيء حسكم عم تعملوا يا ريت يا حبيبي انه هلا الشرطة عم بيقول لي انه مصفف الهامر و بس لحتى تشيلوا في سيارة سيارة تانية الشرطة مش بالبلدية صفوك معي شوفر اخذها لانه ما فين اخدها محل شلك الموبيلات تتوقف موقف محل سيارة اجا شوفر اخذها ما اجا؟ لا عن جد عم بحكي لانه بليز شو عم بيطلع؟ بعد السيارة تحت بعد السيارة تحت هلا انا جاي شو لونها؟ سيلفر مش لك دقيقة خليني اشوفك جوا لك انت سوري عم بطشكم انت لا لا سجنون يا دوان عم كذب ما فيكم علي لا ما فيكم علي مش ضارب صدقني مش ضارب تفضل انا تسود وجهي خلص ايه ما فيكم علي لا لا مش ضابط انا زعت لكم التصوير بس ماشي بس وين الكاميرات في هاي الكاميرا او غيرها لا والله لك ما في يا حبيبي بدكم مكملها مش مشكلة بس في دوري اشي دركي مدري مين لك هذا هذا دركي مش شو اسمه؟ ما بنعرفه ولا شخص مشترك بليز ان شاء الله قلي في محل واحد مشترك بليز مشترك وين؟ خلص الشوفير بشيلها ما في حدا بالسيارة والله بكون نايم وحياة الله هلا جاي انت بكون نايم شو بينام ورا الصندوق بليز انا مش عم نمزح عن جد بدنا نشيل لأنه زلمة وين مش رح تزبط معكم خلص لازم عارفك شو عارفك عارفك بس وين الكاميرا؟ والله ما في كاميرا عم نمزح شو بتعرفني ما في ما في عم نمزح عارفك مش تبع الاو تي في انا انا مايكل ابو قاسم لا انا بدي اقول شغله انه مايكل بشوفه يعني وبلاقيه شاطر ب يعني بافكاره وكيف بيمثل كمان هلا بس صرت انت وجه معروف ما في كثير يعني دل محبط بس بدي بس انا بدي اقول شغله انه هيدي يمكن المره السادسه يعني بجربوا يعملوا معي كاميرا خفيه وفي شخص كمشته مره كانوا شغلينها بتقنيه مش طبيعيه يعني في عم تحكي اكثر من 6-7 كاميرات حاطينهم كانوا بن كام حاطينهم وقدرت صيبه قال لي ما رح تزبط مني يوما ما الا ما اعمل فيك كاميرا خفيه حتى اليوم بعدني منتبه لهالشغله